عسلم ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. ان شاء الله تكونوا تشوفوا في الفيديو هذا وانتم في احسن الاحوال. كيف العادة اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد، واليوم ان شاء الله باش نعملوا بعضنا شربة شعيرة تونسية اللي ما نستغناوش عليها في شهر سيدي رمضان. يلا بينا نشوفوا المقادير طريق تحضير. لنا حضرت المكونات اللي باش نعمل بهم الشربة. خذيت شوية فواحات اللي هما تابل وكروية، فلفل زينة، ملح، كركم وفلفل أكحل، وخذيت شوية لحم علوس. ماذا بكم اللحم يبدأ ما هوش مسحم، وخذيت شوية شربة. بالنسبة للشربة من يداية أمي إن شاء الله ربي يفضل هالي، وزاد خذيت شوية حمص. بالنسبة للحمص أنا ما نستغنيش عليه في الشربة، بصراحة يبان برشا. وخذيت عروش كلافس كما تشوفوا. أنا الكلافس راني ما نقصهاش خاطر عندي الأولاد ما يحبوهاش، نرميها هكاكا. وكي تحضر الشربة نخرجها. أول حاجة باش نعملها خذيت الطنجرة اللي باش نطيب فيها، وحطيت فيها الزيت وقليت البصل شوية، ومن بعد ضفت اللحم ومغرفة ونص طماطم، وضفت الفواحات الكل اللي هما تابل وكروية، فلفل أكحل، فلفل زينة، وباش نضيف الشربة وباش نكمل نقلي المكونات الكل. باش تجيكم الشربة بنينة لازمكم تقلوها مليح مليح. باش تشرب هكا الفواحات نتاعها وتجيكم شربة بنينة. وسر البنة نتاع الشربة راهو من الأول في التقلية. لهنا كيما تشوفوا نقلي على نار متوسطة ماهيش قوية، وكل مرة باش نضيف شوية ماء دافي، وبالطبيعة ما نبعدش عليها ما بين دقيقة ولا دقيقتين، يعني عينك ميزانك ضيف شوية ماء حتى نقلوها مليح مليح. بالنسبة للشربة هذه نجمو نعملوها بالدجاج، باللحم البقري، بالعلوش، كل واحد بشنو يحب يعملها. وزاد نجمو نعملوها بالقرنيط، راهي تجي بنينة برشا. لهنا كيما تشوفوا رميت عروس الكلافس، وكيما حكيت لكم بالنسبة لي أنا نرميها مع كيكة وفي الأخر نخرجهم كي تحضر الشربة. وتوا باش نضيف الحمص، وباش نمرقها شوية، وباش نخليها ما بين 3 و4 دقائق، وكل مرة وانا نحرك ما نبعدش عليها. وتوا باش نمرقها بكمية باهية من الماء، بالطبيعة الماء ماذا بيكم يكون سخون، ونغطيها وما نبعدش عليها خاطر هي راهي تعمل هكا الكسكوسه، ردوا بالكم تفيض وما نبعدش عليها، وكل مره نحركها باش ما تشدش. بالنسبه للشوربه راهي تحب تغلي مليح مليح على نار تكون متوسطه ماهيش قويه، باش تسيب هكا النكهه نتاعها وتجينا الشوربه بنينه. وكيما تشوفوا شربتنا حضرت ما شاء الله ريحتها ماليه الكوزينه، نودكم وما نساهيكم. اللي حب يضيف المعدنوس يضيف، اللي حب يضيف الكلافس يضيف، ثم شكون زاد يضيف الثوم، يبقى ديما اختياري وكل واحد وطريقته في التطيب. لهنا كيما تشوفوا التكستير نتاع الشوربه نتاعي لا هو خاطر ولا هو جاري، ضفت لها رشه معدنوس وما نحكيكمش على البنه اللي فيها، بالحق جربوها وما تندموش. هنا جينا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله نكون ما طولتش عليكم. ما تنسونيش في اللي لايك، البنية تشجعوني باللي لايك، وما يشتركش في القناة يشترك في القناة فضلا وليس أمرا، وتابعوني على انستغرام تاعي تونسيان أم بلجيك، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. بسلامة.